اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين طبعا حلقتنا مع ابطال الغطس. برحب في البدايه بعلي خالد لاعب النادي الاهلي الغطس. اهلا بيك يا علوه. الحمد لله. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. شكرا. ومعانا ايضا عمر معتز لاعب النادي الاهلي الغطس وطبعا من احد الابطال اللي حققوا هذا الانجاز. اهلا بيك يا عمر. اهلا بحضرتك. علوه اجي لك يمكن يعني كلمني عن البطوله وكلمني عن كم ميداليه انت قدرت تاخدها في مجمل الموسم. البطوله اللي فاتت دي كانت بطوله كاس مصر، حققت 3 ذهب ما شاء الله. متر، 1 متر متحرك ناشئين و1 متر متحرك عمومي و10 متر زوجي رجال. ما شاء الله، انت بتتكلم على من متر ل 10 متر واخد ذهب ذهب ذهب. الله اكبر. طيب وكمان انت مواليد علي 2005، يعني عندك 18 سنه تقريبا او ما كملتهمش، 17 سنه يمكن، وبتلعب عمومي وما شاء الله ذهب يعني. طب انت اكتر برضه بتحب تلعب على ايه؟ 3 متر. 3 متر مش المتر ولا العشر؟ لا بتحب تلعب عليه. طب قول لي انت من بدايتك غطس ولا سباحه شويه الاول؟ كله في الاول عاده بيلعب سباحه. انا بدات سباحه الاول 3 4 سنين وبعدها دخلت في دايفنج. طيب سباحه وغيرت دايفنج ليه؟ السباحه بالنسبه لي كانت ممله شويه، ما فيهاش صعوبيه زي الدايفنج بالظبط، زي الغطس ما فيهاش اكشن بالظبط. طب مين اللي خلاك تغير؟ محدش، انا كنت قاعد وبتفرج وعجبتني الرياضه وجربت وواحده واحده كملت وسبت يعني السباحه. انت رحت لبابا ماما قلت لهم ايه؟ كان عندك كام سنه الاول؟ كان عندي 7 سنين. رحت قلت لبابا ماما قلت لهم انا عايز رحت قلت لمامتي ان انا عايز اجرب الرياضه دي، عايز اجرب انط من على البورد وكده، وطلعت ونطيت وحبيت الرياضه وكملت فيها الحمد لله. بس انت كنت بتلعب الاول في مدينه نصر الاول ولا الجزيره؟ انا في الاول كنت بلعب في نادي هليوبلس. كويس، يعني انت بدايتك هليوبلس. جيت النادي الاهلي امتى؟ بقالي سنه ونص في الاهلي. سنه ونص، يعني انت بدايتك كانت هليوبلس. طيب وكنت بتتمرن في هليوبلس الشروق ولا هليوبلس مصر الجديده؟ مصر الجديده ثابت كده. وبعد كده جيت النادي الاهلي بقى تتمرن بقى فين؟ في الجزيره ولا مدينه نصر؟ الاثنين برضه. الاثنين برضه بتروح كده وكده حسب التمرين. طب ايه يعني ليه الغطس؟ ليه الغطس انت شايف الغطس لعبه يعني حبيبها او يعني مش عايز تسيبها؟ وليه ليه الغطس؟ ليه تقول للناس ليه تلعبوا غطس؟ فيها خوف وفيها تشالنج للناس، ولعبة شكلها حلو وفيها صعوبة، وكل اللي بيلعبوها ما شاء الله جسمهم كويس، فدي حاجة عجبتني. طب عمر انت يعني يمكن علي بيقول فيها خوف، خوف من ايه؟ خوف ان انت كل مرة بتطلع بتجرب حركة جديدة بتبقى خايف مثلا تتوه، بتبقى مش عارف انت هتفتح فين، هي دي بس خوف، دي مشكلة. طيب انت بدأت برضو سباحة ها؟ كنت بتلعب في الاهلي ولا في حتة تانية؟ لا في النادي الاهلي. من الاول بتاع. طب ايه اللي خلاك تغير غطس؟ عجبتني اللعبة وشفت شكلهم حلو وهم بينطوا، فكنت عايز اجرب اللي ان هم بيعملوه ده، فطلعت وجربت وعجبتني ففضلت مكمل فيها. ما خفتش لما طلعت برج عالي 10 متر؟ لا لا خالص انبسطت بجد. طب فاكر اول نطة؟ خفت فيها كده وقعدت تعمل كده زي البنات ولا؟ لا كان معانا طبعا قبل رميت نفسي وانبسطت. انبسطت جدا؟ جدا. وطلعت تاني ونطيت تاني يعني. طب انت عملت ايه؟ قول لي اخر بطوله كاس مصر دي. جبت 3 ذهب. 3 ذهب في 3 بورد؟ ناشئين ولا عمومي؟ لا جبت واحده ذهب في ناشئين على 10 متر، وواحده واثنين ذهب في ناشئين على 10 متر، في عمومي رجال على 10 متر. ما شاء الله اكبر.